ظهر من قبل لا لله وما كان لله سواه ممن أكرم. يا حتى لا كان ابن يكرم ما مثله من الورى مقدم. يا حتى لا كان الامام الراتب من لم تنر بغيره المراتب. يا ليتني كنت ترابا عليه وليته اكرم لشواطئي. كل نبي يوم يبحث البشر تحت اجواد الصفا خلصها كلهم اذا الى الشفاعه ولم يجد تلك الساعه. كل الى جدواه شمائل الرسول بالأجال ليست تعد مدة. شمائل الرسول بالأشعار ليست تعد مدة الأقمار. مرحبا للغاية المعدة الشيخ له كل أحد ألف سنة وما تراه أبدا أدنى سنة. فقال في الطويل والبسيط قصائدا كالذهب الوسيط. فقال في المديد والخفيف واستعل بالإسراف والتطفيف. وقال في الوافر ثم الكامل شعرا جميلا جيد الفواصل. وقال بالمجتف والسريق ومد بالرفيق والوطيق. ونسج الأشعار في المشترق وقال في الملغوز والمشترق. وقال في الهسج خير ما يقال. وقال في الرجس أطيب مقال. وقال أشعار القتال المسلكي في المتقارب وفي المستدرك. وقال في الرمل والمبارق قصائدا كالدرر اللوامق. وقال مثل ذاك في المقتضي لما انتهى بشعره مدح النبي. وكيف يدخل في طاقة البشر قصر مدائح لها الله لك. أثنى على خلقه وعومه واختاره لقربه وكلمه. في عمره وعصره أيضا حلف ولا إليه يبتهي حد الشر. أدعوك يا ربي بجاه الوجه أن ترمل الدمي جنى سعد أبي. وفي ذنوب نسله ووالده وزوجه وكل مسلم إليه. فلتبسط الخير جميعه عليه ولا توجه أبدا شرا إليه. وهب له الأمن مع الرضوان بجاه مدح سيد الأكوان.
والفوز بالسعيد إحساني وعند موته على الإيمان وعندما يجان بالغفران عناية محض الامتنان وماذا يا خالق الأزمان قاضية الزمان والمكان والخطب للزمان والمكان نسأله بالمصطفى الأدنان لنا وللأبناء والإخوان وفي من ألم بالإيمان وكل ما به رضا الرحمن حتى أرى من أجمل الإحسان عزا وقدرا ذلك الأركان وطول عمر الزائد الإحسان أسأله للدول الإنسان بمدح من يرضيك مدحه الآخر أدعوك يا ربي فهب لي الوطن بمدح من يرضيك مدحه الآخر أمضه بمن عن العبادة عجب بمدح من يرضيك مدحه الجليل أمضه بمن هو الضعيف والذليل نطهم به اكرم بالعناية ولا تضرني الى الجناية سميتها وسيلة المقاصد لما حوت من مدح خير ماجدي ما الصلاة والسلام ايضا على رسولك تويض فيضا وعلي وصعبي الإكرام ما أكرم الناقص بالتمام والحمد لله على التمام والشكر له على الإنعام هل وسيلك المقاصد تسمي الشيخ الشيخ وسيلة المقاصد لما حوت المدح غير ما جد الشيخ الشيخ الحمد لله وبسم الله دفعت كل مرض بالله دفعت كل ألم وسقم بسم الإله نحو المعظم وبحروف الإله الأربعة وما حواه من الأولى وجامعة وفي بقائه وحسه الكرم وفي صفات مده والكرم وفي كتابه وآية الكتاب وفي النبي وآله الصلاة وكل ما به دعاك المرسلون والأنبياء والأولياء والمؤمنون وكل ما بي قد استغاث الهالك وما بي سألك الملائك أكثر الدكتور ولا أصلي أربعة أبن الشفاء من السائل الأسقام وطول عمر صح من العام عافية لا تنفد ونعمة تفضلا لا تفقد بالتسع والتسعين يا ذا الكرم يا ذا الكرم ذنب يغفر ويشفى سقم بجاه خير مرسل لنا بشير وما باسم من كل سقام وعاف قلبي وعاف روحي بجاه آدم وجاني وعاف نسلي وعاف مالي وفي الحياة عاف والمعالي واغفر ذنوب والدي والولد ووالد موردنا ومن ولد
وأصرهم أظهرهم والمحسنا عليهم فاغفر لهم دار الفناء عليه الصلاة والسلام ولهم الإجلال والإكرام على رسوله وآله الكرام الله 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 شغل ما لو قاعد يفسر فيه يا عزيز ما عيرتحني الله حكو بيش الله
من الفراغ. نافات الغالي الشرعات ويمكن نحن في الوقت. هذه قلت ألا إنني فورا بحوث ولاعب كتبت لدى الجهال مني المغائب. ألا تحسبوا أني باطلا إن قافلي غرائبه ليس الترى والعجائب. قلت له لي نهار وين تعبوا بعد شوفش من غرائب ولا تعرف عزة ولا تشافوا. هذا الشريع ما يجي في مكة من غير لا مراعاة لله فقط. قصر محمد احنا جاء عاد والعاد حملة القرآن وجل جلال الغيب من حال نوميا. جلت لدها الاكوان رايا حقيقه وان قفت في المولى تراني فانيا. Thank you.